أشكركم وأقدركم جدا وأجملكم على راسي، ودي ليلة من عمري. أنا قالوا لي يعني ما تدعيش ناس، فبقى كل اللي كلمنا أقول لا والله يعني قالوا لي ناس. فلقيت الكراسي دلوقتي، أما لقيت الكراسي فاضية قلت والله يعني ماليش حق، أنا طول عمري بكسر كلام اللي خلاني على المرة دي مؤدب. فكل سنة هم طيبين. تقعد يا إبراهيم شايف كل سنة وأنتوا يعني بتلهمونا بكل ما هو طيب في حياتنا وفي أقوالنا وكده. أعتقد إنه بمناسبة الاحتفاء بهذا العمل الجميل للشاعر الأستاذ الأبنودي، أعتقد إنه يعني ما أستطيع أن أقوله إن الأستاذ الأبنودي خلال 60 سنة تقريبا الماضية على الأقل يعني أجمل من قرب الأغنية الشعبية بلغته الرقيقة العذبة المصرية الجميلة إلى أذن المستمع المصري. وكانت كلمات الأستاذ الأبنودي في الوعي الوطني وفي المناسبات الوطنية وفي الجمال وفي الحب من أجمل ما عبر عن حياة المصريين وعن روح المصريين وعن ضمير الأستاذ الأبنودي. مهما تعملت له من حفلات لا يكفيه، وشاعر عظيم وأديب عظيم وإنسان عظيم، وأنا تشرفت بمعرفتي في القاهرة وفي الإسماعيلية وأعرفه شخصا وأسرة ومنذ سنوات طويلة. وأنا سعيد النهاردة جدا أن حضرت هذه الاحتفالية، وأتمنى زي ما قلت في كلمتي أنه يعني يبقى عطاؤه ممتدا لسنوات وسنوات كركيزة أساسية من ركائز القوى الناعمة في مصر. أنا بعتبر التكريم والتكريم الشعب المصري كله في عيد ميلاده أولا اللي سيتم بعد كام يوم، وديوانه الجديد. أتمنى بالفعل دايما من كل قلبي النجاح والتوفيق، لأنه الفنان الشاعر الخال عبد الرحمن أبنودي هو نبض الشعب المصري، كلماته بتعبر من القلب. فأتمنى دايما النجاح والتوفيق، وياريت يكون لي أمثلة كثيرة في مصر من عبد الرحمن أبنودي عشان نغني مصر أكثر وأكثر. مبسوط جدا أن أنا موجود النهاردة في الاحتفالية. شايف ان هي حاجة مهمة جدا، لان الأبنودي تاريخ، ولو قعدنا نتكلم عليه كتير هنقول يعني واحد من اهم ما انجبت مصر في مجاله وفي العامية تحديدا. الأبنودي يعني باع طويل قوي، يعني لو قعدنا نتكلم كتير مش هنوفي حقه. ويعني زي ما قال مولانا الامام فؤاد حداد، قال لك الف وبائي اكرم ابائي الناس اصول. فمن الاصول ان احنا الناس الكبيرة دي نحن نكرمها طول الوقت علشان خاطر نرد الجميل، نحاول يعني نرد جميلهم ويبقى في تواصل ما بين الأجيال وبعضها.